يسعد مساكم يا رب، دايما كل ايامكم خير وصحه وبركه، ودايما كل الامنيات الحلوه من الستات لمشاهدي الستات على النهار، وتستمر الايام والليالي الصعبه على لبنان. امبارح كانت ليله صعبه جدا على لبنان وسوريا، عاشوا ليله صعبه يا رب تزيح هذه الغمه. اجتياح بري على لبنان وغاره من العدوان الاسرائيلي على العاصمه دمشق، تحديدا في منطقة الفيلات، راح على أثرها ثلاث مدنيين منهم مذيعة سورية مرموقة الأستاذة صفاء أحمد، وهي رمز من رموز الإعلام السوري. المثير والملفت أن قبل استشهادها بنص ساعة كتبت على صفحتها: أصوات قوية تسمع في سماء دمشق، قبل ساعات من الغارة الإسرائيلية. وقالت كمان: نترقب الساعات الماضية ونحن نرفع أيدينا إلى رب السماوات متضرعين له أن يجملها بالستر. لا نملك إلا الدعاء. حماك الله يا لبنان، وحماك الله يا سوريا، وألف رحمة ونور لروح صفاء، وألف رحمة ونور لكل شهيد في لبنان وسوريا، وقبلهم كل شهداء غزة، ومعاهم كل شهداء غزة. قلوبنا معاكم وبنصلي وبندعي تزول الغمة يا رب قريبا، ونحن لا نملك إلا الدعاء. يا رب إن شاء الله.